فقط جماهير جزائرية اليوم حاضرة في مدرجات الملعب بهذه الألوان السوداء والحمراء وهذه الصور الرائعة التي لا يعرف صناعتها إلا القليل في الجزائر، من بينهم فريق اتحاد الجزائر عندما يكون في مباريات كبيرة سواء في الدوري الجزائري أو في منافسات قارية بهذا الحجم. نحن اليوم على موعد مع مباراة كبيرة أيضا، ديربي مغاربي مع الجار الوداد البيضاوي في واحدة من المباريات المرتقبة، ولكن للأسف عندما نشاهد هذه المدرجات وهذه اللوحات وهذه الصور وهذه الجماهير ونعود إلى أرضية الميدان نأسف كثيرا على أن هذه الجماهير والمشاهدين الأعزاء الذين يتابعون معنا يحضرون مباراة في فوق أرضية ميدان رديئة وسيئة، لا ليست في قيمة ولا في مستوى الجزائر ولا في قيمة ولا في مستوى ملعب من حجم 5 جويلية، واحد من التحف المعمارية التي لم تكن حتى في إسبانيا في سنوات السبعينيات. صدقوني بأن بلدان أوروبية كبيرة جدا لم تكن تملك مثل هكذا ملعب يتسع ل70,000 متفرج، أو بالأحرى مركب أولمبي، وليس فقط ملعب، هو مركب أولمبي من ملاعب جوارية ومن المسابح ومن مضامير لألعاب القوى ومن فندق كذلك موجود داخل هذا الملعب. هذا الأمر لم يكن بهذا الشكل موجود في أوروبا في سنوات السبعينيات، نحن فعلنا ذلك في سنوات السبعينيات، ولكن بعده الجزائر لم تبني ملعبا آخرا بهذا الحجم. كانت هناك الكثير من الملاعب، أي نعم، جوارية وبلدية وولائية ولكن ملعب من هذا الحجم للأسف رغم الطفرة الكروية والرياضية التي شاهدتها الجزائر في مختلف المراحل التي مرت مؤخرا. نغلق القوس ونفتح قوس آخر.